وبداية نوضح للمشاهدين يعني إيه بورصة سلعية؟ طيب هو بداية بورصة يعني إيه؟ البورصة هي سوق للتداول بيلتقي فيه عدد كبير من البائعين، عدد كبير من المشترين، بيتوفر أكبر قدر من البيانات والمعلومات، بيبقى فيها قدر عالي من الشفافية، بتحدث نوع من التوازن، بتلتقي إرادة المشتري والبائع وبيتم التنفيذات. هذا ما يتعلق به البورصة بشكل عام. البورصة اعترف أو اعتدنا أنها بورصة الأوراق المالية، لكن مؤكدا في أنواع أخرى من أسواق الـ وكان في بورصة سلع بعينها زي بورصة القطن ده زمان بالتأكيد. إحنا الحقيقة بورصة السلع الحقيقة إحنا يعني حديث العهد بها، اليوم الأول كان انطلق أمس وأتصور أنه كان يوم طيب للغاية. بنتكلم على أنه البورصة السلعية هيدخل فيها عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية. بالتأكيد اليوم الأول كان مركز بشكل أساسي على القمح باعتباره السلع الأكثر أهمية وخطورة وأكثر تأثرا بما يحدث على الأسواق الدولية في ظل الأزمة المشتعلة داخل أوكرانيا، لكن هيبقى فيها عدد آخر من السلع، هيبقى فيها بالتأكيد القطن، هيبقى فيها الذهب، هيبقى فيها الحديد، هيبقى فيها السكر، الرز، الذرة، الزيوت وما إلى ذلك. وبالتالي هي البورصة السلعية المفترض انها هتبقى آلية موجودة علشان تحقق اكتر من هدف، لكن هو كان من الامور الهامة للغاية انه هذه البورصة تنطلق في ظل الظروف الحالية. لماذا؟ لانه ما ايه علاقة الظروف الحالية بالبورصة السلعية عشان نوضح ايضا المشاهدين؟ لانه زي ما اشرنا البورصة الهدف الاساسي منها انها آلية بتحدث نوع من التوازن فيما بين قوى العرض والطلب، بتعمل أعلى درجة من التنافسية، بيبقى فيها قدر عالي من الكفاءة، المفترض أنه في إطار توفر قدر كبير من البيانات والمعلومات، فده الحقيقة بيجعل قدر الإفصاح عالي، وبالتالي ما يبقاش فيه قدر من المغالاة أو الجشع اللي كنا بنشوفه خلال الفترات الأخيرة. الأزمة فيما يتعلق بالغذاء على المستوى الدولي مش بس على المستوى الداخلي كبيرة للغاية، وبالتأكيد الظروف الاقتصادية العالمية اللي بيواجهها المجتمع الدولي الكل يئن، سواء كان على مستوى المواطن في كل دول العالم أو حتى على مستوى الاقتصاديات. وبالتالي احنا بنتحدث عن ارتفاع في الأسعار، بنتكلم عن ضغوط كبيرة للغاية في أسواق الطاقة منعكسة بشكل كبير للغاية على أسواق السلع، بنتكلم على الحبوب والغلال على مستوى الدولي فيها أزمة كبيرة، ويمكن احنا شفنا الاتفاقية اللي وقعت علشان إعادة تصدير 25 مليون طن اللي كانوا موجودين في المواني الأوكرانية، وهذه الاتفاقية تعصرت فجأة وبعدين عودت مرة أخرى، فده الحقيقة كله بيلقي بظلاله على تذبذبات عالية في الأسعار، وده الحقيقة بينعكس على الوضع داخليا. ويمكن من الأمور الهامة أنه البورصة السلعية تنطلق في الظروف الحالية لأنه في ظل الاضطرابات على المستوى الخارجي بتكون الفرصة سانحة لمزيد من الاستغلال أو الجشع أو المضاربة أو ما إلى ذلك، كل الأمور اللي بتضر بأمن واستقرار الأسواق، أمن واستقرار الاقتصاد أو الدولة، أمن واستقرار احتياجات المواطن، وده الحقيقة كان مهم جدا. وبالتالي يعني البورصة هتمنع الاحتكار وتضبط الأسواق، احنا بنتكلم على لسه شيء وليد لكن ده الهدف يعني ده بالتأكيد هيحدث لأنه الحقيقة الدولة داخلة بقوة في هذا الأمر وعينها على الوضع الاقتصادي وعينها على المواطن ومش عايزة يكون في مزيد من الكلفة العالية يتحملها الاقتصاد، تتحملها موظف عمل الدولة ويتحملها أيضا المواطن. وبالتالي كان مهم جدا أنه هذه البورصة هي تنطلق في الظروف الحالية، وكمان من الأمور الطيبة أنه رئيس البورصة السلعية هو رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبالتالي هو كمان معني بقدر عالي من انسياب حركة التجارة ودرجة عالية من الضبط والالتزام داخل موضوعات التجارة الداخلية، لأنه الحقيقة هذا الملف يحتاج لمزيد من التطوير لأنه في ظل الأزمات بالتأكيد بيكون قدر المغالاة، الجشع، الاستغلال من جانب البائع والمنتج والتاجر والمصانع بيكون مرتفع للغاية والطرف الضعيف للأسف الشديد في هذه الظروف بيبقى المستهلك أو المواطن، على الرغم ان هو المفترض يكون هو الطرف القوي لان هو اللي معاه الدخل، لان هو اللي بيحرك شرايين الاقتصاد، هو اللي بيحرك دوره الانتاج، هو اللي بيحقق ارباح للمستهلك للمنتج والبائع والتاجر، لكن هو في ظل الظروف الضاغطه
بالتأكيد الاستغلال بيتوسع وينتشر ويتغلغل، وده كله بالتأكيد بيكون على حساب الوضع الاقتصادي وعلى حساب المواطن. وبالتالي انطلاق البورصة السلعية في التوقيت الحالي مسألة هامة للغاية، وأتصور أنه خلال الفترة القادمة هيكون في مزيد من المشاركة. هو حاليا تم التقدير أنه هذه البورصة هتكون على مدى يومين كل أسبوع، يعني يوم الأحد ويوم الأربعاء لمدة ساعتين من 2 إلى 4. لكن يمكن اليوم الأول اللي هي بالأمس كان طيب فيما يتعلق ما الذي حدث بالأمس؟ حجم اللي كان معروض يمكن هيئة الساعة التمويلية هي الحقيقة كانت عارضة بشكل كبير، يعني دخلت بحوالي 12,000 طن. حجم الطلبات يمكن أعتقد أنه تجاوز 18 أو 19,000 طن، يعني تجاوز يمكن 160% من حجم المعروض، وكان في الحقيقة في توازن في الأسعار. والحقيقة يمكن الدولة أو وزارة التموين بتسعى أنه يكون في درجة عالية من السعر الحقيقي، يعني علشان هي هدفها الأساسي أنه البورصة تنجح، ورقم اتنين أنه الأسعار تكون بشكل لا يحدث ضغوط على المستهلك أو على المواطن أو على حتى التاجر. وبالتالي اليوم الأول أتصور أنه كان بداية طيبة للغاية. أتصور أنه خلال الفترات القادمة أخذًا في الاعتبار أنه هيكون في سلع أخرى يتم إدخالها في هذا الأمر بالتأكيد. مهم توضيح النقطة دي، لأنه البعض كان بيعتقد أنها بورصة سلعية للحصلات الزراعية فقط، ولكن الحقيقة مش كده طبعًا. لا، أتصور أنه الحقيقة يتم التوسع فيها خلال فترات قادمة. يمكن كما أشرت أنه ذكرت معادن، معادن هتدخل فيها الذهب، هيدخل فيها الحديد، هيدخل فيها. لكن بالتأكيد الأمر الضاغط في الوقت الحالي هو السلع الأساسية والاستراتيجية زي القمح. أتصور أنه ممكن خلال الأيام القادمة قد نشهد كمان دخول الزيوت، لأنه كمان الزيوت بها الحقيقة ارتفاعات كبيرة للغاية، ويحتاج الأمر لمزيد من الضبط فيها. بس دي ما زالت حصلات زراعية احنا يعني، لكن هناك يعني مواد أخرى، مراحل أخرى في مراحل أخرى بالتأكيد هنتوسع. احنا تحدثنا في اليوم الأول عن سلعة واحدة، لكن أتصور أنه خلال الجلسات القادمة قد نشاهد دخول أكثر من سلعة. وكان مهم أوي أنه اليوم الأول يتم اجتيازه بقدر عالي من النجاح، علشان يكون رسالة طمأنينة لكافة الأطراف المتعاملة، وعلشان البورصة تعكس مستهدفاتها فيما يتعلق بالشفافية، فيما يتعلق بالوصول لمستهدفات الأسعار، السعر التوازني، أنه يكون في قدر كبير من الجمهور المتعاملين دخل للسوق. وده الحقيقة حدث بالفعل، يمكن ما يقترب من 1300 متداول دخلوا، وده الحقيقة رقم طيب في أول يوم.